مؤسسة تربوية بسجل المحلي عين 71 اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، وكما كتلاحظوا فهو يمر في جو من المسؤولية، وعلى غرار الامتحانات الجهوية التي مرت يوم السبت والاثنين، وكما ترى واحد كذلك أن العدد الإجمالي ديال هاد المترشحين والمترشحات هو 106 ديال المترشحين والمترشحات، من ضمنهم المسيرين وكذلك الأحرار. استعدادات امتحانات البكالوريا، قامت المؤسسة بمجموعة من الإجراءات والاستعدادات لإنجاح هذه العملية، واللي من بينها أولا تخصيص واحد الجناح خاص بالنزلاء المسيرين والتلاميذ اللي غيجتازوا الامتحانات، وتوفير الظروف الملائمة من المبيت، من التغذية، من الوسائل النظافة. كما قامت المؤسسة بالتنسيق مع أساتذة تربويين على السهر على إمداد هؤلاء النزلاء بحصص للدعم والتقوية في مجموعة من المواد، في مجموعة من الشعب اللي سهروا عليها باستمرار يعني طيلة أيام الأسبوع، خاصة في الأيام الأخيرة قبل الامتحانات. دوزت هذا الامتحان هذا ديال البكالوريا من بعد واحد الفترة ديال الاستعداد، كانت هيئت لنا فيها الإدارة ديال السجن، هيئت لنا فيها ظروف مثلى في حقيقة، الأداب من المكتبة، من القاعات ديال الأداب ديال 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 الاستعداد، وعبر دروس ديال الدعم. أنا من الحد ديالي أنني الإدارة كان من تحت الإشراف ديال المشرف الاجتماعي، أنني كنت كنقوم دروس الدعم في المواد اللي غنجتاز فيها الامتحان، في هذه الشعبة اللي غنجتاز فيها الامتحان هي الشعبة ديال العلوم الإنسانية. فمن الحد ديالي أنني وجدت مع 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 النزلاء تما غادي يديروا شعب بحال العلوم الإنسانية والأدب، ودازت في ظروف جيده جدا الحمد لله. البريباراسيون ديال البكالوريا في السجن كنبريبارو راسنا، وكيعاونونا اساسيده، وكيجي والدينا كيجيبوا لينا الدروس، كنتلقاو الدروس، كنتلقاو المقررات، وكنراجعوا مع بعضياتنا. وخا في السجن مهم ان الواحد ما يضيعش الوقت ديالو في السجن، مزيان الحمد لله حيت كنت برا ما كنتش غادي ندوز الباك، ما تيكونش عندك اصلا الوقت وما كتكونيش كتفكري في الايجابيات، والحمد لله ملي كتدخلي السجن كتصالحي مع الذات ديالك وكتستافدي من الغلط ديالك، وان الحمد لله هذا الوقت اللي حنا في السجن استفدنا من بزاف د الحوايج. الحمد لله انا دابا كنقرا في البكالوريا، درت الدراسه، كنكمل في الدراسه ديالي، كندير السونتار، كندير بزاف د الحوايج اللي كنت برا ما تحش الفرصه فين غادي نديرهم، والحمد لله. من بعد البكالوريا ان شاء الله الا خديت البكالوريا غادي نخرج ان شاء الله، ما بقات لي غير مده قصيره ان شاء الله، وغنحاول نكمل لافاك في الزنقه ان شاء الله، ونوصل لك شيء اللي انا باغا نوصل ليه بجهد الله.